بالإذن منكم. دقيتيلي بالوقت المناسب عن جد ريحان، شكرا كتير. ليش شوفي؟ لا تحطي ببالك، بقلك بعدين. انتي شو صاير معك؟ صوتك عم يرجف. دايق خلقي شوي. ما في شي، بس حبيت اسمع صوتك. صاير شي بينك وبين امير؟ لا بالعكس، بلش يتقبل الموضوع، عم يعاملني كأنه ما صار شي ولا كأني تركته. عم يعاملني مثلي مثل اي حدا. اي منيح، معناها مو هذا الشي اللي كان بدك اياه. احترم قرارك، بالنهاية انت اللي قلتي له انساني، وهذا اللي عم يحاول يعمله. مزبوط، الحق معك. كرمالي لا تزعلي، وانت رح تتعودي مع الوقت. هو بس عم يحاول يعيش حياته، لا تزعلي من امير. انا شفت الحب الكبير بعيونه بالوقت اللي انت صدمتيه وكنتي مصرة على الطلاق. ما فيك تلوميه لانه عم يتأقلم يعيش بدونك، حاولي انت كمان تتأقلمي. الحق معك، كل واحد منا لازم يختار طريقه ويمشي. ريحان، طيب جربي تلاقي شغل، هيك بتلتهي وبتبعدي عن القصر. اي والله هالفكرة منطقية، بس كمان خالي لسه ما بينترك. مثلا دوري على شغل وقته قصير، او مثلا شي ما يكون بده دوام. يلا منحكي، ما بدي عطلك كتير، انتبهي على حالك. يلا مع السلامة. وانت انتبهي على حالك، الله معك. على القليلة بكسب حق اللقمة اللي بدي آكلها. أكيد صاير شي مضايقة، بس شكلها ما بدها تقول. مليكة أنا طالعة شوي. ماشي حبيبتي. شو ريحان طالعة؟ وأنا رايح عالشركة بوصلك. ما بدي أخرك، بروح لحالي. معي وقت، تفضلي. بالإذن مليكة. الله معك. يلا بالإذن. يا رب يا رب حنن قلوبهم على بعض.